اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. ازيك يا ست حبيبي يا كابتن مصطفى واشكرك على المقدمه الجميله دي. لا ده حقك احنا هنا بنجيب اللاعبين اللي ادوا للنادي الاهلي وادوا للكره المصريه احنا بنعمل حاجه بسيطه كده ما بنتكلمش احنا بنرجع بالسياسه ولا بالكلام اللي انت بتسمعه ده احنا بنتكلم في حياه اللاعب بدأ امتى فنش امتى وفين دلوقتي وشغال ايه والكلام ده كله. هل انت بدات زي يجيلك كله ما بدا في الشارع ولا كنت طلعت لقيت نفسك في نادي لا في الشارع في الشارع صراحه كان ليك فرقه معينه كان الكره الكره الشراب دي كان آه. يعني أساسي. الاساس بجد يعني اللي هم آه. طبعا دلوقتي مفتقدينها الناس يعني حتى في المناطق اللي هي مثلا الارياف او الصعيد او الحته دي كانوا بيلعبوا على طول في الشوارع حتى في الحواري زمان كان زمان في كل حته ده, كل آه. ده شوارع مصر كلها آه. يعني انا من حدائق القبه يا كابتن مصطفى حدائق القبه دي كانت مليانه لعيبه زي مين يعني كان مش زي ناس معينه بس يعني كان فيها لعيبه كتير يعني لعيبه كتير واحنا صغيرين طيب فرق كره الشراب دي كره الشراب اه وكنا بننزل نلعب كره شراب كان في ناس كبيره مثلا قبلينا بتلعب نوف... انت كان ليك فرقه معينه انا كان ليا فرقه معينه كنت بتلفوا بيها في الاحياء بنلفوا بيها على المنطقه بتاعتنا دي الموالي كنا معروفين آه. يعني عارفين مثلا نقول لك فوزي ده لعيب كويس بيجري كويس كان معايا برضو اخ ليا اسمه طارق الله يرحمه, الله يرحمه كان برضو لعيب كره سريع جدا آه. معانا يعني مجموعه هاني مصطفى علاء ومجموعه مش عايز انسى حد و... مين من اللعيبه اللي كانت بتلعب معاك وانت كنت متوقع لهم يبقوا نجوم كبيره في اي نادي في يعني. محمد حلمي ده لعب في النادي الاهلي اللي كان في نص الملعب لا في محمد حلمي كان راس حربه راس حربه كان سريع جدا وراس حربه كان كويس جدا اه وساكن برضه في في حدائق القبه كده كان بيلعب براس حرب يعني وراح انت... النادي الاهلي بس ما كملش يعني ليه؟ ما تعرفش؟ مش, مش عارف ظروفه ايه اه اه ممكن الدراسه وبتاع يعني في لعيبه كانت كتير قوي بتطلع من ال... من الشوارع ومن ال... كان لعيبه كتير جدا ولعيبه كويسه بس للاسف ما كانتش زي دلوقتي م. يعني الانديه ما كانتش مفتوحه زي دلوقتي نعم دلوقتي بقت العمليه مفتوحه اكاديميات وفرق والناس كلها وبي يعني هن ايامنا كان ايامنا كانوا بيضربونا عشان بنلعب كوره كان يقول لك تعالى قابلني لو فلاح ايوه <تصفح> <تصفح> طيب وانت بتلعب في الشارع كانت الاسره مساعدك انك تنزل تلعب ولا كانوا مضايقين عليك شويه؟ <تصفح> لا مضايقني مضايقني انا كان ليا اخ اكبر مني اسمه حسن حسن سكوتي اه ده قبطان بحري وكان قبطان بحري وكان لعيب كوره كويس جدا وكنت بنزل اتفرج عليهم وكان سمير عدلي اه طبعا مهندس سمير عدلي مهندس مهن سمير أيوة. عدلي طبعا هو من المنطقه عندنا ايوه من طبعا واللي هو دلوقتي عميد الاداريين طبعا لا سمير ده ما يعني احنا ليه حلقه معانا هنا لان ده لا تاريخ كبير الصراحه يعني يا بيعمل مجهود جامد الله. جدا الصراحه طبعا فكنت اروح هم كبار عني فطبعا بروح اتفرج عليهم فساعات يقولوا لي تعالى اقف جون مثلا وبتاع كان لعيبه كوره لعبت جون؟ كنت اقف لهم جون اه يعني وقفوني جون مثلا عشان ايه يخش فيك جون آه. كتير يا. كان 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 الوالد بقى الله يرحمه كان يقول لي روح عند اخوك فانت تروح تنده له لي ايه طب اقف جون شويه <applause> كانت جميله يعني صراحة كنت انا برضو يبعتوني مثلا بقى كنت صغير يبعتوني بقى روح اشتري حاجه مثلا روح هات لنا عيش روح هات لنا مش عارف ايه فكنت انزل اتاخر فيبعتوا اختي الصغيره تدور عليك اه اختي سحر الصغيره سحر دي فكانت تيجي تفضل تعيط وتنادي لي وانا بلعب وفي عز اللعب استنى يا سحر استنى شويه <applause> خلاص طيب كانت ايام جميله والله طيب صار. انت بدات تلعب في نادي مين اللي شافك وانت بتلعب في الشارع كده ووداك نادي كان نادي اسمه نادي شيل نادي شيل بص يا كابتن من الحدايا القبه هو نادي شل تبع مصر البترول كان موجود في شارع ولي العهد المنطقه دي كانت يعني كلها فيلات وحتت وحتى. ومش نادي راكل. شيل ده خد نادي هليوبلس زمان كان بيطلق عليه اسم نادي شيل لا ده هو نادي شيل هو من طول عمره كان تبع شركه نادي هليوبلس اه بس هو نادي نادي بترول يعني م. تبع البترول برضه ايوه وكان يعني المستوى الفيل فيه مستوى عالي يعني المنطقه مين اللي شبك وقال لك تعالى مع وديك نادي شيل اول انت فكرت ازاي؟ لا بص يا كابتن هو حصل انا لعبت شويه في نادي شيل في مين و... اللي خدك من الشارع وقال لك انت هتقدر انت لعيب كويس تعالى احنا كنا زمايل في الشارع آه. ومجموعه كده وكان نزل اعلان ان النادي الاهلي عامل اختبارات لا, ف... لا انا بتكلم قبل النادي الاهلي انت رحت نادي شيل نادي شيل انت كنت بتلعب في الشارع مين اللي قال لك تعالى نروح نلعب في نادي شيل؟ كان في اختبارات برضه في اختبارات رحنا عملنا اختبارات وخدوني على طول على طول اه انا ومحمد حلمي ده برضه استمرت في نادي شله قد ايه؟ ما فيش قعدنا شو يعني شويه مده سنه او حاجه لغايه لما كنا بنلعب برضه آه. بنلعب في الشارع ونروح النادي كان تمرينه واحده او تمرينتين في الاسبوع في يعني الاسبوع مش كل يوم يعني وبعد كده آه. لقيت اعلانات زمايلي بيقول لي اعلانات في اعلان الاهلي عامل اعلانات اختبارات في النادي الاهلي في الجزيره م. الجزيره دي بعيد قوي عشان اروح في الجزيره ايه اللي وديني نادي الجزيره وانا كنت عندي 12 سنه طب هل سنة؟ انت ما لعبت في شيل كان طموحات انت وانت بتلعب في شيل بقى طموحاتك كانت مودياك لفين هل نادي شيل هيبقى قليل بالنسبه لي لازم اروح العب في نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او الترسانه او اي انديه هل ده اللي فكرت فيه لا بص يا كابتن وانا وانا صغير كان كل اللي انا تفكيري بامانه يعني يعني ما فيش يعني حاجه في نادي في دماغي اه تفكيري انا عايز العب كوره بس يعني وانا في مدرسه النقراشي الابتدائي الميزه اللي حصلت برضو احنا كان عندنا ملعب كبير جنب أيوة الاصل الجمهوري آه. كان ملعب كبير وملاعب صغيره باسكت ويد وبتاع كان ملعب كبير فكنا عندنا مدرب مدرس تربيه رياضيه آه بيحب الكوره جدا وشافنا واحنا بنلعب وقال لك انت انت يعني في حوش المدرسه لا بنلعب في الملعب ملعب. الكبير ملعب كبير ملعب ملعب كبير وكان آه. بيتعمل دوري مدارس ايوه انا فاكر كان مثلا في سنه خمسة او سنه سته وبنلعب فالمدرب يعني قال لي المدرس قال لي انت لعيب كوره كويس يعني يعني ممكن هتبقى كان معروف المدرس ده بالنسبه للمدربين ولا كابتن رمضان كان موجود والكابتن سمير يعني اللي هم كانوا مدرسين تربيه رياضيه آه. في المدرسه اه وكانوا بيختاروا الأولاد الكويسه اللعيبه ويعملوا فرقه منهم ونلعب بقى المدارس الثانيه والحاجات دي م. فدي البدايه بتاعتنا فدي اللي خلت الواحد بدا بدا يلعب ملعب كبير خلي بالك فرق شاسع بالك طبعا تلعب كرة شراب في الشارع اسفلت والحاجات دي والأمير كمان الملعب بتاع فتعودت من صغري ان انا اعرف اجري المساحات الكبيره كنت آه انا سريع طبعا آه مش زيك يعني لا لا ازاي <applause> كانت مصطفى فلعبت في المدرسه وبعد كده آه رحت نادي شل قالوا لي في نادي هنا جنبك ممكن نروح تلعب فيه مم. رحت لعبت في النادي ده بس كان في ناشئين؟ كان في ناشئين لعبت مسابقات وخدوني اه شافوني المدرب كان هناك آه شافني وانا بلعب فقال لك تعالى فاكر اسم المدرب؟ مش فاكر بالظبط يعني اه يعني كان اسمه كابتن محمد هناك وشاف اول ما شافني قال لي لا 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 تعالى تعالى انت على آه طول كان شعره اصفر وعينيه ملونه كده وابيضاني فقال لك لا لا تعالى الابيض ده قال لي جا حتى جا الابيض ده تعالى قال لك انت اه, اه قال لي تعالى طب, تعالى طب انت فين الحاجات دي الرطوبه باظت الدنيا <تصفيق> <تصفيق> خلاص بقى ربنا يديك العمر الحمد لله نعم الحمد لله وانت في لعبت قد ايه في شل ما فيش <applause> ما <تص كملتش سنه سنه يعني انا موسم لعبته فيه كده تحت كام سنه بس المشكله يا كابتن ان انا محدش كان يعرف ان انا بلعب في نادي في البيت عندي عندك خالص برضو ما انت بتقول مش عارفين انت ما بتنزل تجيب حاجه تشتري حاجه تنزل تلعب كوره ما،, ما الوالد الوالد لو عرف ان انا بلعب كوره آه. او هلعب في نادي هيقول الدراسه الدراسه وانا في الدراسه ما كنتش يعني متفوق يعني مش متفوق آه, آه يعني. كنت شاطر لا ما كنتش شاطر بس ذكي اه بتفهم بسرعه بفهم بسرعه بس, بس تركيزي كله في ال... كوره يا ترعه المفهوميه بعشق الحاجه اسمها كوره بلعب آه. في البيت يعني انا واخويا الكبير كنا عندنا طرقه واسعه طرقه آه. كبيره طويله كده في البيت فكنا نقعد نلعب فيها نكسر الدنيا بقى ويشوط فيا وانا اشوت فيه آه. نلعب. عندنا حوش تحت كان واسع في البيت عندنا برضه ننزل نلعب تحت أما مش لاقي حد اخد كوره واقعد اعملها في الحيطه حتى بقول لي الولاد دلوقتي الصغيرين وانت في البيت جيب اي كرة راكت اي حاجه كوره آه. كوتش علبه البيبسي بعد ما تشربها حاول تقعد تنطقها إيه لا صعب قوي بيتعلم بيتعلموا والله يا كابتن كنا آه بنعمل كده كنت انا اخبط الكوره الكوره اللي عندي الكوره آه الصغيره كان عندي كوره اه اروح ضاربها في الحيطه دي بتحسن الكنترول عندي الحيطه في الحوش اخبطها في الحيطه وترجع استلمها وبعدين اروح شايطها تاني وبتاع آه. من غير ما حد يقول لي كنت انا بشتغل كده اقعد احط وش رجلي فرقت معاك كتير ها فرقت جدا طبعا يا كابتن وانت بشيل مين اللي قال لك تعالى نروح النادي الاهلي او مين اللي شافك وقال لك تعالى اختبارات النادي الاهلي ورحت اختبارات النادي الاهلي لا هو اللي حصل ان كان في اعلان النادي الاهلي عملوا اعلان ان في اختبارات في النادي الاهلي بتنزل انت تنزل في الجرايد ولا اصحابك اللي قالوا لك تنزل في الجرايد طبعا الجمهوريه والحاجات دي دي كانت موجوده والحاجات دي فكان كل الملاعب وبتاع آه الكلام ده خبر كده ان في اختبارات للسن كذا كذا في النادي الاهلي بالجزيره فاحنا كنا مجموعه اولاد في الشارع فاتفقنا احنا هنروح بس قلت لهم هنروح ازاي ده يعني مشوار ها اه؟ ده مشوار وهنروح بايه وبتاع فعندنا بقى في ناس اكبر شويه يقول لك تعالى هنركب الاتوبيس لحد التحرير ناخد التحرير ونتمشى على قبر قصر النيل ونروح هن كلنا تمام دي اللي ده السكه تروح بقى كابتن تلاقي ايه رحنا لقينا المدرج ده الافات آه الناس واقفه بره يا جدعان احنا رايحين فين احنا فين ايه؟ من الناس دي لا يعني احنا احنا صغيرين مش يعني ايوه واخد بالي 12 سنه لسه يعني الكلام ده سنه كام يا فوزي؟ اه كان عندي 12 سنة يعني 12 سنة. في السبعينات تقريبا السبعينات يعني <سؤال> اه يعني 75 76 كده قبل كده كمان شوية قبل كده اه وبعدين لما لما رحنا هناك ودخلنا كان باستمارة مثلا ولا حاجة بتاخدها كانت بيخ... بجنيه؟ ده لا لا ما فكرتش في جنيه. ده جنيه كتير قوي كان, كان ب... ولا ب 20 ب 10 ساعة 5 ساعة مثلا 10 ساعة 10 <applause> <ساعة. تصفيق> <applause> اه انا فاكر سنة 70 10 <applause> ساعة آه. وناخد نملة الاستمارة ونقعد في المدرج نادي بقى 5 5 آه. السن المرحله السنيه وكنت انا فاكر يعني كان الكابتن الله يرحمه الكابتن مصطفى عصمت والكابتن مصطفى حسين طبعا 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 كابتن يعني اه اللي هو الكابتن مصطفى عصمت الله يرحمه والحاجات دي كلها كابتن كانوا واقفين يعني افتكر برضو كانوا واقفين هم اللي بي بي يعني بي في ناس بتنظم فوق شاكر عباده وعم جمعه عم جمعه عم الله يرحمه سرحان الله يرحمه يعني طبعاً. الناس دي صراحة يعني يا سلام يا سلام آه. طبعا جمال جدا آه كانوا هم اللي بي بينزلونا الملعب والمدرب بيقسمنا خمسة خمسة ونلعب ضد بعض هل الفترة بتاعت اللي بتنزل تلعب خمسة ضد خمسة هل دي فترة كافية إن يقدر يحكم على لعيب إن ده يبقى كويس؟ بص يا كابتن أنا م... يعني وأنا في سن ده ما فكرتش بس طبعا كنت قلقان اه أنا بشوف بيلعبوا خمسة ضد خمسة وبعدين المدرب ياخد واحد أو حاجة أو الباقي يقول له شكرا م. مع السلامة يعني اللي بيبقى عنده الحاسة شوية شافوا إن حظه جات له الكورة آه. عنده أعداد مهولة فبي بيلعب ربع ساعة ثلث ساعة يعني ربع ساعة بالظبط وخلاص ويخلص وينزل فرقتين تانيين. فأنا ربنا كرمني الكرة جات لي أنا ما كنتش بخاف يعني الحمد لله واخد عندك الجرأة عن... يعني بحب الكورة روح مم. خدت الكورة ورقصت واحد والتاني وجيت جون دخل عليا رحت مرقصه وبعدين رحت حطيت الكورة. لقيت كابتن مز... مصطفى اسمه بقى الله يرحمه هو ده. اللي كان واقف علينا يعني. آه. تعال تعالى. أنت اسمك إيه؟ قلت له أنا اسمي أحمد فوزي. فوزي سكوتي احمد الاسم الحقيقي احمد, أحمد. اه الوالد ما اعرفش غير دلوقتي حتى واحنا بنلعب مع بتلعب معانا ما يعرف الاحمد ده يا كابتن الا بتوع المنطقه يعني ما انا لما غريبة قوي واحنا أو اول مره اهو ادي اول اول حاجه اهو بتتقال وانا والله ما اعرفها وحياه ربنا اول مره اعرف ان اسمه احمد اه يعني اسمي احمد محمد فوزي الوالد اسمه محمد فوزي ده اسمه مركب مركب اه حسن سكوتي يعني احمد محمد فوزي حسن سكوتي اه ف كابتن مصطفى كده قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له احمد سكوتي قلت له بقى احمد سكوتي على طول مش هقول له بقى ال تقول الاسم بقى قد كده آه. ده قال لي انت منين؟ قلت له انا من حدائق القبه قال لي طيب انت هتيجي يوم تاني قلت له تاني؟ انا صغنن بقى آه حاجة آه. تاني؟ اه قال لي اه انت, انت شايل هم المشوار بقى انا شايل هم هاجي ازاي؟ اه المهم كنا عشرة اتخذت انا وواحد كمان معايا كان جون اسمه احمد ابراهيم مم. يعني بيقف جون هو اصلا كان معانا بيقف جون هي. فسبحان الله يعني انا وهو بس اللي اتخذنا الباقي كله ما ما تاخدوش يعني العدد ده كله اه ف الحمد لله رحت الاختبار الثاني بعد كده هو شافني قال لي تعالى مش انت اللي جيت المره اللي فاتت قلت له اه قال لي طب يلا انزل وريني نزلت برده الحمد لله ربنا وفقني راح واخدني وخلاني عم جمعه قال لي كل دي اقدار اه قال لي عم جمعه خد خده عندك وايد اسمه خلاص اه. على اساس يعني كده قبلت في النادي الاهلي. قال لك هات الستم... هات ال هات شات الميلاد بقى, بقى وبتاع وده وكلام. لسه صغيرين يعني فهات آه. بقى المهم انا انا ما حدش يعرف في البيت. ما انا لسه هسالك دور البيت ايه كان هنا؟ ما حدش يعرف. خالص. ولا اخويا حتى. طب وانت ما خفتش وانت لما اختاروك في النادي الاهلي حلم من الاحلام آه. اللي الواحد عاوز يحققها ما خفتش ان الولاد يقول لك لا ما انت رايح هتقعد عشان تخلص دراستك؟ لو عرفوا ما كانش هيوديني. خالص لو الوالد كان عارف ساعتها آه. اللي حصل بقى يا كابتن مصطفى سبحان الله وانا عندي 16 سنه مم. شوف انا بلعب في النادي الاهلي من 14 وبعدين 16 انت عارف 14 16 سنتين. 18 اه 16 سنه كنا بنلعب نادي الزمالك ايوه فكنا بنلعب نادي الزمالك جبنا كسبنا الزمالك وجبت جون الحمد لله ونزل الحته اللي بتبقى في الجنب كده العمود ده يا كابتن مصطفى مم. آه الاهلي يهزم الزمالك واحرز الهدف فوزي سكوتي كان الكابتن بقى عوضين الله يرحمه الله يرحمه هو اللي قال لي هسميك فوزي سكوتي م. فالاسم ده ثبت على فوزي سكوتي فبقت جميله جدا انه هو خد اللقب فوزي سكوتي فتعرفت في ساعتها في النادي في فرقتي طبعا وعلى مستوى النادي ان ماتش الاهلي والزمالك بالنسبه للناشئين ماتش الاهلي والزمالك بقى كاتبين بقى في العمود كده فهو آه. والدي الله يرحمه كان شغال في اكاديميه البحث العلمي شغال في اكاديميه البحث العلمي في قصر العين آه. فزمايله بيجيبوا بقى الجرايد فشافوا لقوا مكتوب ايه أحر... الاهلي الزمالك تحت 16 أحمد احمد فوزي لا مالوش احمد الفوز سكوتي طول فوزي سكوتي على فوزي سكوتي اه فبيقولوا له ايه ده انت بتلعب كره من ورانا ولا ايه فبيبص كده قال فعرف ان انا اللي بلعب كوره عرف على طول عرف اه فجاء قال لي بص انا عايز اعرف حاجه واحده الله يرحمه يعني انت رحت امتى والوالده طبعا كمان بقت مستغربه جدا لا الوالد بس اخواتك كانوا عارفين ولا اخواتي عارفين خالص يعرف ما انا بقول لك كابتن مصطفى ما كنت بتروح النادي الاهلي ازاي بتقول لهم ايه لو اتكررت تاني مش عارف انا كنت بعمل كده آه ازاي اه, يعني قال لي انا عايز اعرف حاجه واحده امم انت كنت بتروح النادي ازاي يعني بتروح ازاي واحنا ما نعرفش وبتسيب المدرسه وبتروح ازاي وتلعب ماتشات واسمك موجود هو كان مبسوط الصراحه كأ كان اهلاوي كان من جواه اه يعني كان من جواه انه مبسوط ان انا بلعب واسمك كده في الجرايد بس الجرائب. زعل انت خبيت عليه اكيد ما قال لي انا عايز اعرف انت بتروح ازاي اه وكنت بتعمل ايه وبتجيب فلوس منين إيه؟ كانوا بيدونا برضو حاجات بسيطه في النادي يعني حاجات اه طبعا حاجات رمزيات كده عشان بدل الانتقال إيه؟ بتاع والمواصلات والكلام فانا كنت بحاول ادبر وبعدين نركب الاوتوبيس نزوغ من الكمثري عشان ما ندفعش ننزل في المحطه اللي هو يزوغ من الكمساري. لا ما خلاص دي <تصفيق> 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 وانت صغير يا كابتن كان الواحد بيعمل الحاجات دي بدون يعني بدون شعور ولا بتاع حبا في الكوره ان انا عايز اروح مش حبه ان انا ازوغ طبعا من الكمسير بعد ما عرف انك خلاص بقى بقى قال لك ايه بعد كده بقى برضه بقى خايف خايف من ايه من التعليم عشان التعليم اه ما تكلمش معاك قال لك لازم تواظب بقى بين الدراسه وبين آه. ال... الموضوع ده بقى مع الكابتن عوضين بقى بقى وقلت له انا حكيت له الصراحه آه. قلت له خلي بالك الوالد هيبقى شديد عليا شويه في حكايه ان انا ممكن ما اجيش وما احضرش قال لي لا انا هكلمه لك واقنعه بس انت اهم حاجه تبقى توظف المذاكره م. يعني تذاكر كويس وده اللي احنا بننصحه لاولادنا برضو دلوقتي أكيد.